السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ والنهارده معانا منهج كونكت الصف الثاني الابتدائي يونت 1 ميت ماي فاميلي، وكنا اخدنا الجزء الاول فيها المرة اللي فاتت، واحنا لسه بناخد لسن 1 ولسن 2 في يونت 1. وطبعا ميت ماي فاميلي يعني قابل عائلتي، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي النهاردة الحلقة التانية والحصة التانية في شرح منهج كونكت الصف الثاني الابتدائي. كنا انهينا جزء كبير من lesson 1 و lesson 2 في unit 1 زي ما قلنا، والنهاردة هناخد حاجة اسمها language functions. language functions او الوظائف اللغوية، ازاي بنستخدم اللغة ونعبر بيها عن نفسنا. والنهاردة هناخد ادوات الاشارة، واول اداة من ادوات الاشارة طبعا هي this is. this يعني هذا او هذه. لما باجي اشاور على حاجة واحدة او شخص واحد موجود في مكان قريب مني بقول عليه this. this is، هذا يكون هذا للمفرد للقريب، هذا او هذه. لما اجي اقول مثلا this is my friend، this is my friend، هذا صديقي او هذه صديقتي. يبقى this is، هذا او هذه للمفرد القريب، القريب مني في المكان يعني. لما اشاور على مجموعة حاجات او مجموعة اشخاص قريبة مني في المكان برضو بقول these are. لو نلاحظ يا اصحابي ان is طبعا بتيجي مع المفرد و are بتيجي مع الجمع، وهنا these يعني هؤلاء للجمع القريب. these are، هؤلاء يكونوا. مرة كمان these are. These are my friends. These are my friends. هؤلاء هم أصدقائي. يبقى this is، هذا هو للمفرد القريب. These are، هؤلاء للجمع القريب، القريب مني في المكان يعني. مرة كمان this is. These are. This is. These are. وطبعا دي اسمها ادوات الاشارة او اسماء الاشارة. وطبعا يا اصحابي في language functions او الوظائف اللغوية الخاصة بunit 1 في lesson 1 و 2، لما نيجي نسأل اي شخص ونقول له عايز حاجة نقول له هل تريد مثلا، فبنقول له do you want. do you want يعني هل تريد. مرة كمان do you want، هل تريد. لما تحب تسأل مثلا حد انت عايز حاجة معينة بقول له do you want، فهو طبعا لو عايز الحاجة دي او عايز الشيء ده بيقول لي yes، نعم. I want. I want، انا اريد. do you want. yes I want. مرة كمان do you want. yes I want. فمثلا عندنا الجدة هنا بتسأل الحفيدة الصغيرة وبتقول لها do you want the teddy bear، انت عايزة الدبدوب اللعبة. do you want the teddy bear، انت عايزة الدبدوب اللعبة بتاعك. فالحفيدة الصغنونة بتقول لها yes، نعم. I want the teddy bear because. because يعني لأنه، وكلمة دي جميلة قوي ياريت نحفظها كلنا. he makes me happy. he makes me happy، هو بيجعلني سعيدة. yes I want the teddy bear because he makes me happy. مرة كمان yes I want the teddy bear because he makes me happy. يبقى الجدة بتقول لها انت عايزة الدبدوب اللعبة. do you want the teddy bear. فالحفيدة بتقول لها yes، نعم. I want the teddy bear، انا اريد الدبدوب اللعبة. because لانه، he هو makes me، بيجعلني happy. happy سعيدة. وتعالوا يا اصحابي نحل بعض الاكتيفيتيز او الانشطة على lesson 1 و 2. وهنا اول سؤال بيقول لنا match. match يعني صل، وصل. فهنا مدينا مجموعة من الصور
مجموعة من الكلمات المفروض ان احنا نوصل الكلمة بالصورة المناسبة. فاول كلمة هي grandpa. grandpa يعني ايه يا اصحاب؟ احنا عرفناها المرة اللي فاتت. شاطرين يعني الجد. grandma. grandma يعني ايه؟ يعني الجدة. grandparents. grandparents يعني ايه؟ الجد والجدة طبعا زي ما احنا عارفين. parents. parents يعني ايه؟ الوالدين، الاب والام. children. children يعني ايه؟ يعني الاطفال. teddy bear. teddy bear يعني ايه؟ يعني الدبدوب اللعبة. شاطرين. فاحنا المفروض هنوصل كل كلمة من الكلمات دي بالصورة المناسبة الخاصة بيها. فمثلا يا اصحابي grandpa. grandpa الجد، اي صورة من الصور دي هي الصورة الخاصة بالgrandpa او الجد؟ شاطرين، هو ده الgrandpa، فنوصله بالشكل ده. طب grandma. grandma او الجدة، فين صورة grandma هنا يا اصحابي؟ شاطرين، هي دي grandma. طب الgrandparents. الgrandparents او الجد والجدة معا، فين صورة الgrandparents او الجد والجدة معا هنا يا اصحابي؟ شاطرين، او هما الجد والجدة موجودين. طيب parents. parents يعني الوالدين، الاب والام. parents. parents يعني الوالدين، الاب والام مع بعض. فين هنا صورة الparents او الاب والام مع بعض يا اصحابي؟ شاطرين، هم دول الparents او الاب والام، فنوصلهم بالشكل ده. طب children. children يعني الاطفال او اطفال. children، فين صورة هنا children او الاطفال؟ شاطرين، هم دول الchildren او الاطفال، فنوصل كده. طب teddy bear. teddy bear او الدبدوب اللعبة، فين صورة teddy bear او الدبدوب اللعبة هنا يا اصحابي؟ شاطرين، هو ده teddy bear، فنوصله بالشكل ده. وبكده حلينا اول سؤال. تاني سؤال يا اصحابي عايزين نحله مع بعض، هو هنا بيقولك look انظر and write. and write واكتب. look and write، انظر واكتب. فهنا في الصورة دي واحد لسه صاحي الصبح، المفروض بيقول ايه؟ شاطرين، good morning. good morning يعني صباح الخير. good morning. فاحنا المفروض هنكتب هنا زي ما احنا شايفين قدامنا morning او صباح. good morning صباح الخير. طب في الصورة التانية يا اصحابي، هنا واحد بيقول على صديقه، بيشاور على صديقه، واحنا لسه واخدين من شوية يعني ايه هذا وهذه او هذه للمفرد القريب، فهو في دوتس هنا وبعدين is my friend. المفروض هنكتب على الدوتس دي ايه؟ شاطرين، this. THIS. this is my friend. هذا هو صديقي زي ما احنا شايفين قدامنا. this is my friend. هذا صديقي. طب هنا مجموعة أصدقاء مع بعض وهو بيشاور عليهم وفي دوتس وبعدين are my friends، ودول مجموعة أكتر من واحد في مكان قريب مني، المفروض لما أجي أشاور عليهم أقول إيه؟ شاطرين، these are my friends. شاطرين، زي ما انتوا شايفين قدامكم هنكتب هنا these are my friends. وآخر صورة فيها صورة بالليل بقى والقمر طلع في السماء، وهنا مكتوب ذا وبعدين دوتس is in the sky at night. is in the sky يعني في السماء. at night. at night بالليل. ايه هو اللي في السماء بالليل؟ شاطرين، the moon. the moon القمر. is in the sky at night. يبقى القمر موجود في السماء بالليل. the moon is in the sky at night. شاطرين. وطبعا هو بيقول لنا هنا mark right، ضع علامة صح، the correct answer على الإجابة الصحيحة. يبقى حدد mark right يعني ضع علامة صح، the correct answer على الإجابة الصحيحة يعني حدد الإجابة الصحيحة.
وهنا في نمبر 1 بيقول لنا This is my grandpa. This is my grandpa. This is my grandpa يعني هذا هو جدي. المفروض هنا الصورة بتعبر عن الكلام ده ولا لا؟ شاطرين، يبقى نعمل هنا علامة صح، لان فعلا هو ده جده وهو واقف مع جده. This is my grandpa وهو هنا الجد واقف معاه، يبقى نعمل هنا علامة صح زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة التانية موجود فيها good morning. good morning يعني صباح الخير، لكن الصورة موجود فيها الدنيا بالليل وحد وشباك موجود فيه القمر او المون، فالمفروض هي دي الاجابة الصح. شاطرين، لا هيبقى مش هنعمل هنا علامة صح. طب هنا these are my cousins. these are my cousins، هؤلاء اولاد عمتي او خالتي. هل يا ترى هنا في مجموعة من الناس او مجموعة من الاشخاص وموجودين في مكان قريب مني اقدر اقول عليهم these are my cousins، هؤلاء اولاد عمي او اولاد عمتي؟ طبعا لا، يبقى هنا الاجابة مش صحيحة، مش هنعمل علامة صح. واخر حاجة these are my parents، هؤلاء والدي. these are my parents، هؤلاء والدي. واحد بيشاور على بابا ومامته. هل يا ترى الصورة دي فيها اب وام مع بعض؟ شاطرين، لا طبعا، دي فيها بنوتة بتلعب بالتيدي بير بتاعها، يبقى مش هنحط هنا علامة صح زي ما احنا اتفقنا من شوية. نروح نحل سؤال تاني مع بعض على lesson 1 و 2. وهنا بيقول لنا fill املأ in the blanks. in the blanks يعني الفراغات with b، املأ الفراغات ب teddy bear دبدوب اللعبة، evening المساء، sun الشمس، friends friends الأصدقاء. فهنا مدينا مجموعة جمل، كل جملة فيها فراغ من الفراغات، المفروض هنستخدم كل كلمة من دول علشان نعمل fill in أو نملأ الفراغات دي أو البلانكس دي. ففي point number one أو في نقطة رقم واحد بيقول لنا the بعدين dots is in the sky in the afternoon. the dots is in the sky في السماء in the afternoon بعد الظهر. اللي بيبقى موجود في السماء بعد الظهر يا أصحابي؟ شاطرين، the sun. يبقى هنكتب هنا sun زي ما احنا شايفين قدامنا، ونبقى هنا ملينا الفراغ بكلمة من الكلمات الموجودة فوق. the sun is in the sky، الشمس موجودة في السماء، in the afternoon في فترة بعد الظهر. طب في point number two أو نقطة رقم اتنين بيقول لنا this is my. this is my A. هنا this is بتعبر عن مفرد وقريب في مكان قريب. this is هذا هو my ودوتس. المفروض اقول ايه بقى هنا؟ teddy bear ولا evening ولا sun ولا friends؟ شاطرين، المفروض اقول teddy bear، لان مش هينفع اقول this is my evening هذا مسائي، مش هينفع اقول this is my sun هذه الشمس بتاعتي، مش هينفع اقول this is my friends لان friends هنا جمع وما ينفعش يجي معاها this is. الجمع في المكان قريب بنقول عليه ايه زي ما اتفقنا؟ these are. فهنا this is my teddy bear، هذا هو الدبدوب اللعبة بتاعي زي ما احنا شايفين قدامنا، يبقى نكتب هنا teddy bear. طب في point number 3 بيقول لنا these are my dots. المفروض اكتب عن النقط دي ايه يا اصحابي؟ teddy bear ولا evening ولا sun ولا friends؟ شاطرين، these are يعني هؤلاء، وطبعا دي أداة الإشارة اللي بشاور بيها على مجموعة حاجات أو مجموعة أشخاص، مجموعة من الناس يعني موجودين في مكان قريب مني. يبقى هقول these are my friends، هؤلاء أصدقائي، هؤلاء أصحابي. these are my friends. وآخر نقطة بيقول لنا فيها the sun الشمس goes تذهب down بتغرب يعني in the. in the فين؟ ودوتس. in the في ال ودوتس بعد كده او نقط. المفروض الشمس بتغرب في امتى يا اصحابي او فين؟ في التيدي بير ولا في الايفنينج ولا في السن ولا في الفريندز؟
شاطرين في الايفنينج، الايفنينج او فترة المساء، يبقى the sun goes down او بتغرب يعني in the evening او في فترة المساء، يعني في فترة بالليل. وبكده نكون حلينا بعض الامثلة الخاصة بلسن 1 ولسن 2 في يونت 1 في منهج كونكت الصف الثاني الابتدائي او جريد 2، وانهيناهم خالص. والمرة الجاية ان شاء الله هناخد لسن 3 new friends او اصدقاء جدد. تابعونا، احفظوا الكلمات الجديدة، حاولوا تحلوا الامثلة لوحدكم، وقفوا الفيديو ورجعوه تاني وحلوا الامثلة مرة تانية لوحدكم. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو استفدت من الدرس اعمل لايك، اتمنى اشوف 1000 واحد استفاد من الدرس او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.